زون ميكست. حلقة جديدة من زون ميكست لليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختيار إكسبريس إف إم. معكم بشير القروي كوتي ميكرو. شكرا ليوميما الجبيل على مستوى الإعداد، تحية لي بالحسن في الإخراج، تقوى المجوني في الإخراج الرقمي. تتفرجوا فينا كالعادة أون ديريكت لايف على باج أوفيسيال إكسبريس إف إم سور فيسبوك. سوية من زمان نحكيو فيه على الأكتواليتي كالعادة في تونس، واليوم باش نخصصوا الحصة نتاعنا باش نحكيو على القرعة الخاصة بمجموعات الشامبيونز ليغ الإفريقية وكأس الكاف. القرعة اللي كانت صارت اليوم الصباح في السياج نتاع الكاف في القاهرة، واللي همنا هوني هو انه عندنا زوز انديه توانسه مشاركه في الكؤوس الافريقيه، سافوا على تشامبيونز ليغ والكوب دو كاف. الترجي الرياضي التونسي في التشامبيونز ليغ اللي موجود في مجموعه تضم بيراميدز المصري، جولي بالمالي وساغرادا من انغولا، وبالنسبه لمجموعه السي اس اس نلقاو معاه كل من شباب قسنطينه الجزائري، سيمبا التنزاني وبرافوز الانغولي. سعيد جدا أن نكون موجودين بحذية في الاستوديو، صديقي هدي الجبنين من إذاعة الشباب. مرحبا هدي، أهلا وسهلا بك بشير. مرحبا. يحضر معي كذلك ذكر الويتي، أهلا ذكر. مرحبا بشير وهدي ومستمعين فرجي. كما قلنا دونك باش نحكيو في الجزء الاول على القرعه الخاصه بفريق النادي الرياضي الصفاقسي اللي موجود في مجموعه، ومن بعد نحكيو طبعا اسكو المجموعه هذيا صعيبه سهله ولا لا. مهيت نعطيكم فكره على التيراج فينال. سي اس اس موجود في المجموعه الاولى كما قلت، صحبه سيمبا التنزاني، قسنطينه الجزائري وبرافوس من انغولا. بالنسبه للمجموعه الثانيه، نهضه بركان جيراني فيها معين الشعبين، الملعب المالي، ستيلنبوكش اف سي ولواندا الانغولي. المجموعه الثالثه فيها اتحاد العاصمه، اسيك ميموزا، جراف وأوروبا يونايتد. والمجموعه الرابعه فيها الزمالك المصري والمصري البورسعيدي، انيمبا النيجيري وبلاك بولز. ذوما دونك التقسيم نتاع المجموعات. نبدا معك هادي. الجروب A سي اس اس، مجموعه تضم سيمبا التنزاني، شباب قسنطينه وبرافوس. شنو رايك ديجا في التيراج؟ اسكو سي ان تيراج كليمون ولا لا، ولا انه برشا معناتها قالوا كونه النادي الرياضي الصفاقسي ماهوش محظوظ برشا في التيراج هذا، على اعتبار انه باش يواجه فرق عتيده كيما سيمبا وكذلك شباب قسنطينه الجزائري. بون، هو الزهر نستفيلوا به احنا في صاحب القرعه، اما بطبيعه فما حقيقه نتاع فرق، حقيقة متاع مستوى فني، وحقيقة متاع ملاعب، وحقيقة متاع ماتشويت. كأس الكاف أنا ساعة عندي تعريف خاص به، وأنه فم يعني متاع فرق اللي عادة ما تخلق مفاجآت. يعني ما نحبش أنا نحكي برشا على سامي في كأس الكاف، تو مثلا كراو أغلب لسامي نعرفوها، سي اس اس، قسنطينة، لويسما، الزمالك المصري بورسعيدي، إنيمبا، سيمبا. أما ثم فرق مثلا ما نعرفوهاش، فرق من الموزمبيق، من بوتسوانا، هذوما تقولي أنت ماهوش مساسين يلعبوا الأدوار الأولى، يعني ما عندهمش تقاليد، ما عندهمش تاريخ في المسابقات الإفريقية. لكن في كأس الكاف خصيصا ينجموا يعني هالفرق هذيا يعني تجي من بعيد وتعمل مفاجآت وتوري إمكانيات وتبدا عطشانة حقيقة باش تظهر فما الميديا وتلافز وجاية من بعيد. نجي أنا توا بطبيعة حالي تقوس على تعريف كأس الكاف، خاطر يختلف تماما على تشامبيونز ليغ. اللي سي اس اس عنده فيه ديجا دي تراديسيون، معناتها أربع مرات يهز الكوب هذا. معاك باهين، ذكريات باهين، لكن ديما الواقع يفرض نفسه. مانيش نقعدوا احنا واقفين على سي اس اس قداش هزت من كوب في كأس الكاف. جمهور السي اس اس توا يحكي على الواقع، على الحالة هذية، على اللوك نتاع الفريق في الوقت الحالي. القرعة حقيقة فرق بساميها، سيمبا، قسنطينة، برافو سيدي الانغولي اللي هو بالطبيعة ما نختلفوش اثنين، ما نعرفوا عليه حتى شيء في الوقت الحالي. مش بيترو اتليتيكو معناها، بريميرو دي اغوستو، ليبولو، نجم شكون كيما فرق صحيح، ولو انه يعني انا الفريق هذايا حتى توا كي عصيت على البطولة الانغولية في وسط الترتيب. هذه أول مشاركة في حياته في الشامبيونز ليغ بالنسبة للفكرة على الادفيرسير نتاع السي اس اس هذايا، برافوس الانغولي، وموجود في المركز السادس في البطولة بمجموع 5 نقاط بعد مرور 4 جولات. معناتها سي با كاليكيب اللي في الترتيب ولعب الادوار التمهيدية، يعني ديما كيكا هو ذكر يكمل الثالث الثاني، يا يتيح في الشامبيونز ليغ يا يكمل في الادوار التمهيدية نتاع كأس الكاف. بون، بالنسبة لنادي الصفاقسي حقيقة ما نحبش نحكي على حظ، نحكي على واقعية نتاع مجموعة، ماهيش سهلة وماهيش صعيبة. اما هوني سا ديبون دو كلوب سبورتيف ساكسيان. بالنسبه لي النادي الصفاقسي يعني
تترك بعد ندخلوا في تفاصيل فنيه. اذا يحب يخدم في مجموعه كيما هكا ولا في كاس الكاف لازم يوري حاجه اخرى بعيده تماما عن على نسخه يوري في البطوله. ذكر والله احنا تولينا نشوفوا في القرعه على حسب المردود تاع النادي الصفاقسي. خاطر كي جا النادي الصفاقسي تاع قبل النوادي هذوما نقول له احنا نحطوها 70-80% نجم يترشح بسهوله، لانه فما حاجه زاد الفرق الجزائريه جايه من البعيد عند عوام قعدت 10 سنوات ما يترشحوش لي بول. تو عندهم 3-4 سنين لابروفوني معناتها اتحاد العاصمه هزته تعمناول. شباب الوزداد عنده 4 سنين موجوده. قسنطينه من اللي لعبت مع النادي الافريقي هوني مع النجم الساحلي ديما موجوده في كاس افريقيا. معناتها نحكيو على المردود. واللي شفناه في المردود بتاع النادي الصفاقسي معناتها بصراحه حتى شفنا كيفاش ترشحت بالمباراة اللي ذهبوا اياه في صفاقس كانت صعوبات كبيره. الطابع والشارم الطابع بتاع سي اس اس احنا كنا صغار. سي اس اس عندها لعب وحده ولو حتى بالانتدابات عندها كورتها وحدها. ما عادش مانيش قاعدين نشوف فما لخبطه في الـ في الـ في, الـ في التغييرات اللي صايره في الملعب. مازال ما لقاش 11 وما بيدهم. مش خلينا نكونوا واضحين، نادي صفاقسي تو في اللحظه هذه ما تنجمش تمشي للسيمبا وتبريسي غادي وتجيب الطرح. ما نجمش يمشي لقسنطينه وتجيب. خلينا نكونوا بالواقع معناتها ما نجملوش على اللي نشوفوا فيه تو. على نشوفوا فيه تو. الفريق هذايا الانغولي انا نتبع في البطوله الانغوليه النيفو اخر، حتى في الترانات، حتى في المشهد الاعلامي، حتى في نوعيه اللاعبين وين قاعده تمشي تحترف من البطوله هذه. معناتها راهو صحيح ماهيش المجموعه نتاع اتحاد العاصمه، لكن احنا نحكيو على الفريق نتاعنا، على المردود الفريق نتاعنا اللي معناتها كجات النادي الصفاقسي في الحالات العاديه اللي نعرفوها، اللي انت قلت عندها لو بلو تيتري نتصور النادي الصفاقسي في الكاف. قال لك كلمه صحيحه وانت قلت هذه، قال لك كلمه صحيحه اللي هذيك التاريخ صحيح كلمه صحيح. تو اعطيني اليوم اما شنو تنجم تجبد منه سي اس اس التاريخ؟ هي ما فما صحيح، فما كولون فاش يقول لك نجم تجبد معناتها اللوك نتاع الجمعيه يتبدل، مش كيما تلعب معناتها حاجه محليه على المستوى المحلي كيما تمشي تلعب في لا الخبره. فما روح اخرى، فما اون انفي اخرى، فما فهمت مثلا انا شنو نحكي لك على الخبره. الخبره تاع الصفر خاطر شوف نرجع شويه للملعب التونسي. من الحاجات اللي عطلتهم اللي الفريق كامل ابار ميركازاري او التجربه من المسؤولين للاعبين او التجربه الفرقيه حتى في الصفر. راهو الصفر جوريت فما برشا فيهم اللي لعبوا قبل ما يجيو للاستاد، معناتها لعبوا لي كومبيتيسيون افريقيه. اي ماهمش باش تحكي كيما سامي هلال كيما العيادي كيما اي باش تقول لي واحد زوز عيادي. اما علاش انا جبت لك على السي اس اس اللي عندها لي تراديسيون تاع الكوب دافريك خاصه في الصفر. توا الصفر اللي عندها هي عندها زوز في ادغال افريقيا سفرة متعبة وريت كيفاش تصير يعملوا حساباتهم. سي سي عندهم الخبرة في الافريق. نحكي لك هذه اللي نجموا يعملوا بها كومبليمون يعاونوا بها الاطار الفني واللاعبين كي يكونوا في المستوى على قليلة نقولوا 60-70%. لكن بالمستوى تو تاع سي اس اس ما يطمنش في البول هذي. بربي باش نزيد نقطة. فما حاجة معطي هام جدا، معرفة المنافس في كأس الكاف. اكثر فريق انا نتصور عنده اسبقيه على منافسيه، نحكي من ناحيه المعرفه نتاع شكون مش يلعب ضدك والخصائص نتاعو والملعب والتقاليد والتاريخ، هو الفريق الانغولي اللي سميناه الرابع هذايا اللي هو فريق برابوس. يعني اذا يحل باش يحل الانترنت ويلقى لو بلو تيتري نادي صفاقسي في كاس الكاف هو ينجم يأس على النوادي الاخرى. صحيت ها وين حبيت نوصل. سيمبا توا في السنوات الاخيره بالتوش نتاعو في الشامبيونز ليغ الافريقيه. قسنطينه كما قال ذاكر الفرق الجزائريه قاعده ترجع. فهون في كاس الكاف لازم نادي صفاقسي يعرف المنافس نتاعو. انا من رايي لا ديفيز اذا حاب يتعدى السي اس اس تربح ماتشويتك ادوميسيل سولون وين باش تلعب، هذاك دوسي اخر يا في المير يا في رادس، و تو ليميت لي ديغا في لي ديبلاسمون. هات نعطيو فكره على زاد فيرسير. تربح سامحني بشير تربح ثلاثه نتاعك وتجيب زنول تتعد. نعطيو فكره على لي زادفيرسير نتاع السي اس اس في الكوب دلا كاف. دونك عندنا قسنطينه، عندنا سيمبا، وعندنا برافوز هذايا من انغولا. بالنسبه لقسنطينه النادي الجزائري هذايا رابع مشاركه ليه في الكاس الكونفدراليه، حتى المركز 11 في الدوري الجزائري، ثلاثه تعادلات دونك عنده توتال 3 بوان. وفي الادوار التمهيديه للموسم الحالي كان سجل 7 اهداف وقبل هدف وحيد. دونك هون نفهموا اللي عنده بون اسيس ديفونسيف وعنده معناتها مدرب لازم تعرفوا شكون هو مضوي
خير الدين مذوي مشى كاس العالم هز كاس افريقيا مع ستيف يعرف ورينا ليتوال رينا ليتوال بالضبط هذيك وانا نعرفه شخصيا معناتها من اقوى الحاجات اللي عند مذوي كوتي بسيشيك قوي ياسر قوي الى اقصى درجات واغلبيه المدربين الجزائريين كيما عبد الحق بشيخه يعرفوا يتكلموا يعرفوا يوصلوا المعلومه يعرفوا يعملوا يعملوا الموتيفاسيون مع التمبيراتور تاع الجزائري ديما عاليه انا بالنسبه لي انا فريق الجزائري اصعب من سيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني اللي نحكيو عليه عنده 7 مشاركه في سجله على مستوى كاس الكونفدراليه. الموسم الفارط كان شارك في دوري الابطال وعمل بريستاسيون اونورابل، خرج من الدور الثمن النهائي ضد شكون؟ ضد فريق الاهلي المصري. صحيح يعني كما قلت لك سيمبا وعادة يعني كما يانج افريكان زيد انا قوى موجود يعني فما اون امبرانت هكا بتي تبتي يعني بخطوات ثابته للفرق التنزانيه. معناتها كان ما جاش كور ضد الاهلي كان نجم نشوفوا باركور واحد اخر ولا كان نجم تزيد تبعت اكثر. فريق الاهلي الليبي اللي فريق شكري اقرب شويه الميكرو هذاك فريق شكري خطوي تفرجت في المباراه عندهم فريق غير عادي. كان يرمي فيهم روبرتينو. اي قال لك اللي عندهم مونبرانت الفرق التنزانيه راهو تقدموا وحفله والاموال اللي موجوده ولات موجوده في تنزانيا. هو نتصور ذاك راهو سيت اون ديسيبسيون بالنسبه لسيمبا ما يلقاش يلقاش روح الشامبيونز ليغ. نتصور يعني زاد اذا نعطيه يعني صفه للفريق هذا اكثر فريق ربما عنده ضغط في مجموعه السي اس اس اللي يحب يجيب التيتر هذا. هو راهو باش تبدا في بالك الفريق هذا يلعب البارا خير من بلاده. فوالا دونك من ضغط الجماهير اللي نرجع زاده لقسنطينه انت اتحاد العاصمه عامين تالي وقت كاس افريق ما ربحتش تروح في بلاد من النهائي لانه حتى وحكينا فيه تذكر كيفاش لازمنا ونصحنا استاد ومستير كيفاش لازم تلعب خاطر الجزائريين بالضغط عندهم ضغط جماهيري كما سيمبا على الاقل تستغلوا سي اس اس في لكن وقت اللي هذو من زوز يجيوك راهم يقلقوا بيقصوا درجاتهم. وفي الكوب دلاكاف كما قلت ذكر لعب الدور التمهيدي الثاني وخرج الفريق اللي كان يدربه شوقي خطاب سجل 3 اهداف قبل هدف كنت موجود فريق راهو 60,000 متفرج في مباراة الإياب في مباراة الذهاب في ليبيا والفريق يلعب ستابل مستانس بالضغط مستانس بالعياط بالحس نتاع الكورة عندهم فريق ممتاز الى ممتاز جدا جدا الفريق سيمبا التنزاني وانا نقول لك يمشي بعيد في الكوب دلاكاف. قبيله كنا نحكيو على السي اس اس قلت كان يحب يمشي بعيد يعني في الكومبيتيسيون هذيا معناتها في الكوب دلاكاف يلزم نشوفوه بوجه مغاير على اللي قاعدين نشوفوا فيه في البطوله. انا ضد تنحيه المدرب فيه. حتى حد ما حكي على تنحيه المدرب اي مو خاطر هو فما ضغط من الجماهير نادي الشخص تحب تنحيه. شوف حكيناه ونعاود نحكيه يا وليدي بالله مع شغلته لي زونترنور يجيبوه من برا تقول له عنده بروجي سبورتيف على خاطر المسؤول يقول له بروجي سبورتيف او الخساره يسكر التليفون. اي والمدرب زاد هذايا دو سانتوس كان جاي ماهوش عامل معناتها ان باركور بي معناتها مع فريقه السابق بيترو اتلتيكو وعنده معناتها اون امبرانت واسمه اسم كبير في الافريق جوستومون ما تجيبوش السي اس اس وقت جابته السي اس اس جابته ريالمون كونكريتمون على ان بروجي بيان ديتيرميني. اسم سيد ساعة هو اسم لكن نادي السويقسي زاد اسم لكن نادي السويقسي كان مجروح راهو باش تعمل فريق في نهار وليله راهو مستحيل راهو ما تنجمش تعملها معناتها انت يخرج على ان الناس علاش انت ما نقول لك راهو نحب المسؤول اللي عنده الكاريزما يخرج يواجه ما يخافش يقول رانا احنا السنه مش نزلوا شيء رانا جبنا المدرب هذا باش نعملوا على خاطر مستحيل انا حكيتها ونهار السبت حكيناها هوني والسبع حكيناها اللي على النادي الافريقي مثلا ماهيش باش تكملها 5 ربع و6 و7 و8 باش تجي للبوان فيبل وبتجي للتون فيبل يا ربي وبتجي للاوقات الخايبه وبتجي ليزاكسيدون تخسر في بلادك وقت المسؤول يخرج انت مامن بالمدرب هذا ولا ساعة انت جبته كان بسكت الناس خاطر كان في بيترو وترضى تعطيه فلوس كبيره وكان تفسخ له تعطيه اكثر هذاك وقت سمعني منك سينو كانك مسؤول مامن بالسيد هذايا مع انت شوفرت له خاطر زاد نسمع في الانتدابات في النادي السويقسي فمش انتدابات كبيره فما النومبر لكن الكاليتي راني انا ما نعرفش مازلنا مارينيش انا مريت حاجه تقول لي كريسبو ولا شو اسمه كريستو ولا كريسبو شو هيرا هو شو هيرا اي محمد الضاوي خلينا نقولوا محمد الضاوي حكينا فيه الوعد والله كان في الاهلي شو لعب النجم كنت في الاهلي وكنت في الاهلي تو اش قاعد تلعب المردود اللي باش يعطيه ببدنه اللي يلعب ولا ما يلعبش
هذا باش نرجعوا الورقه وستيل ولعب في الاهلي ود الاتوال ومشي كذا ما ولتو مزير موراش ومو مش راضين عليه. بربي فما نقطة أخرى باش نتواصل، أنا موافق وذكر في اللي يقول كل شيء وكنت في بلاصته وقلت وأنه وقت نذكر جبدنا الحكاية نتاع سونتوس كيفاش ربح روكينزو أنا زيرو يعني أنا زيرو ولي روتور يا با الفو قلت لك كي ستابل لازم يقعد يكمل يخدم، أما زيد المدرب هوني لازم يفهم مش معناتها الكرة في تونس فهموا هالو؟ لا لا دقيقة لا لا ما دي جيت للنقطة ايه؟ اللي نحكي فيها كل يوم لا هما فهموا هالو؟ هما أكيد توانا مانيش شنو سير؟ توانا مانيش بحذاهم وما عنديش المعلومة لا أنا نجم نعرف شوية خبرة شوف ايش يقول لك حاجة هادي يقول لك حاجة احنا في تونس ناقصين التأطير من المسؤول للمدرب للمحب هذه راهي ولات خدمة مؤطر لبرا تجي تقري الناس انت كي تجيب مدرب اجنبي انت توك مسافر تو تمشي للنيجر تمشي تسافر ديريك ما تحل الكتاب صحيح شوف شنو هو زاد قبل ما يصح الكونترا تصور زاد حل الكتاب ولا عمل شويه تليفونات على خاطر باش نقول لك عليه وبالنسبه للبلاصه كثير ذاكر فما ديريكتور سبورتيف سليم بن عثمان لا لا تجي مخر تجي بعد الانتدابات وعلاش قلت لك راهو سي 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 صعيبه شويه مزروبه وضغط شو المسؤول اللي جبته كان جاو اطروه خاطر هو خدم مليز. انا متاكد اللي هكا بشويه خبره اللي قالوا له خذ راحتك قد لنا فريق على خاطر كان جاي يعرف البطوله التونسيه ما عملش ماتش اميكال فرد نهار فيهم بيجا وسي اس اس ومن الماتش هذاك لتو يعاني خاطر الجمهور يحاسب على سيونس دونترمون باس سيونس دونترمون خليف انا باش نذكر باش نذكروا مع بعضنا التصريح اللي عديناه هوني في اكسبريس بعد ماتش العمران وقت اللي قال دوزيمي طوم لعبنا فيها كان ربع ساعة في السقينة وجيتي ديسو وبالتقطعات وسوربري الماتش اللي خسر فيه في زوجة إيه أنا يعني. متأكد وإنه فرح إذا قال كيكا يعني تفاجئ باللي راه وإحنا هذه مالوريزمون عادة سلبية يعني تعودنا بها في البطولة التونسية تكسير اللعب والتقطعات وطيح أكثر من الواقف وتحب تربح الماتش نتاعك بالخبث كما أما هوني لازم هو يتعلم منها ويعرف تو حتى كي يمشي يلعب في ملاعب معينة ما خبيوش على بعضنا انت مش كيما تلعب في ملعب اكس مش كيما تلعب في ملعب ايغريك مش كيما منافسك يكون قدك في الكلاسمون ولا اكبر منك في الكلاسمون يعني اعلى منك والله تضيع الوقت تلقى كيما مع الفرق نتاع الصف الاول كيما إيه الفرق نتاع الصف الثاني كيما الفرق نتاع الصف الثالث اما زاد هو باش ما يضيعش برشا وقته باش ما يصعبش الامور لازم هو زاد يلسادابت مع الكرة التونسية مع البطولة نتاعنا اش قاعدة توفر في كرة وفي طون جو وفي مستوى فني ويعرف كيفاش يحضر الماتش نتاعو خاطر هو تو جاي اسم كبير متفاهمين فيه ثلاثة جاي من فريق قاعد يقدم في نتائج محترمة على المستوى الافريقي لكن الكرة قاعدة تمشي تقولي انت المسؤول احكي معاه ينجم هو احكي معاه ومن بعد سونتوس يلسادابت با ينجم كيما ينجم يلسادابت لا انا نقول لك هادي اسمعني نعرف شويه كي ولي خاطر هو سامحني ذاكر حتى يعني حتى حتى فما نقطه زاد يعني هو برشا الاولاد ذاكر وهادي اللي هي المساله نتاع الستاف يمكن حتى الكوميونيكاسيون هوني لا كوميونيكاسيون ماشي قاعده تتعدى مليح للملاعبيه فيكو سي ان بورتوغي يحكي بالبحكي بالفرنسي المكسر اي فرنسي اي فرنسي مكسر ما فماش واحد ان انفون دو كلوب معناتها اللي نجم يكون مع تا بوست نتاع تاع جون حتى بالقجمي بالدارجه تاع ساعات ما يفهموش تقول له سايب كره ما يسيبش مش هذا الموضوع انا نعرف كي جابوه على بروجي وراه عمرنا من عودها في تونس تقول لي انت ما قراوش ما لازم راهو يشدوه يعلموا ان نمشي كي نمشي بلدان في خدمه يقول لي ما تلبس الشورت تو في بلدان راهو ومن بعد كذا قد كذا راهو اعمل كذا نطبق ونبدا نشوف كيما كاس العالم اللي في قطر صحيح جات قطر احترمونا وعندنا تقاليدنا وعندنا عاداتنا نبدا نشوف ونتكلم ومع شكون في الستاف تونسي نعرف برشا حاجات عطاوه الفاتح قالوا له تصرف وعن نحميوك راهو يقولوها المسؤولين يبداو انا خدمت في جمعيات قدامي يبدا انا نحمي يجي من بعد ولي بتاع طفل صغير يسب ويخاف اسكو هذا اللي نحكيو عليه اسكو طلبتوا منه باش يخدم وكان وخرج يتكلم راهو بالحق هذه راهو راك تكوفري لونترنور بتاعك انت سمعتش تو مسؤول بالحمله اللي صار على المدرب خرج تكلم بون رينا لتوال مثلا عملت بلاغ مش خايب باهي مسلم لحمد الدو رغم اللي الاداره مقسمه فما شكون يحب ينحي حمد الدو وفما شكون يحب يخلي حمد الدو باهي خرج شي واحد من السي اس اس يعمل كونفرنس خويا راهو السيد هذا رانا مقتنعين بخدمته تحمل مسؤوليتك رانا ماناش طالبين منه طالبين حاسبونا 2027 اي هو في الوقت الحالي نتائجه تطلع يا يا با الفو فوالا في الوقت الحالي ذكر نتائج نتاعو لا 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 انت حضرت على الوالده الطيف الملوخيه
كيفاش طنجره تبدا خاطر تغلي حضرت عليها ولا ليه انت تو كي ترى النتائج نتاع نتاع سانتوس نتائج عنده 7 نقاط بعد مرور يعني نقول الظرف هذا يتطلب مسؤول اخر شو يقول رانا اي لا خاطر تعرف شكون المسؤول اللي قريب احنا توريت نحكيو من البعيد فما حاجات قريبه يعرفوها هما كيما انت مثلا في خدمتك تعرف العباد تصمت فيك في الراديو تعرف انت في خدمتك شفما قريب يخرج يتكلم على خاطر العباد وصل يتكلم فيهم وطالبوا مشاو لونترينمون مشاو يسبوا في المدرب واحنا اللي بعاد مانيش مقتنعين بمردود سيسيس والناس في وسط اللعبه كان يا اخي ما تفرجناش ربحين الزينور العباد زفر على شكون زفر علينا نتفرج فيهم هذا صار في ماتش قفصه اللي على شلون زعما انت تتصور الهزيمه رغم اللي المردود الكبير يا من المفيد المفيد الكونتوري ماركي راهو مش الناس الكل قاعده تقلع بشير راني انا راني قديم ياسر في الكوره راهو اوكي كونتوري ماركي لكن راهو في تونس يحبوا الكونتور ويحبوا المردود ويحبوا الدنيا كل ما بعضها راهو يخرج مسؤول عمناول عنده الحق ملاعب بن يونس كي قال اللي يحب يتفرج في الكوره يحط يمشي يتفرج في البريمير ليج صحيح يمشي يتفرج في البريمير ليج وكلامه صحيح عمناول زيد الجزيري ماتش كوب دافريك ومازال يخدم خرج عمل تصريح تفرجنا فيه برد الجماهير تحملوا المسؤوليه وجبد على التيران يظهر لي ماتش 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 اسبيرانس فيراتس وهما يستقبلوا وهما يستقبلوا خايف الدنيا كل فما مسؤولين تخرج تربح لك الوقت على قليل لك انت تطمن الناس وتخرج على خاطر المعلومه كما تجيش من المسؤول احنا طاوين تمشي تلقاها جيمات والكومنتار في الباج اوفيسيال تلقى حاجه يا خويا ما تخرجش اعمل انت يا سيدي جيب المركز الاعلامي نتاعك واعمل انترفيو قولوا يا ولادي رانا قاعدين نخدموا في جمعيه رانا هاك رانا كل العباد لازم تفهم الجماهير تونس كامل راهو الانتدابات كي تنجح 60% راهو لازم يقول واحد ميدايلي ونجح فيهم راهو ما ينجموش اللي جابوهم كلهم ينجحوا المدرب هذا يخليه ويخدم انا ما نعرفش علاش ابار اللي تفرج فيه عندي ثقه فيه وعندي شكون في الستاف نعرف برشا تفاصيل يشاور في الستاف كامل لو سول يتشاور مع الناس الكل يتشاور مع اللاعبين يسمع يبدل رايه مثلا نجي مجي هادي الاجواء نتاعو يقولوا هذا يقولوا به هذه نجربوها نعم ومشرك الناس الكل وشارك في الانتدابات وشارك في الدنيا كل وقاعد يخدم خليوه هادي انت تفرجت في بعض المقابلات نتاع النادي الرياضي الصفاقسي في رايك شنو اللي يلزموا يصلحوا السي اس اس في التريف هذايا كي تشوفوا مثلا لي ريكروتمون عمل برشا انتدابات بون فما شكون اللي قال فيهم اللي يصلح فيهم اللي ما يصلحش مي هوني كي نعطيو مثلا جوريت بلوز او موان شفناهم كونفيرمي دو موان حتى السيزون اللي فاتت اللي هما بركات الحميدي يوسف بشا اللي ما لعبوش ياسر السنه لسبب او لاخر فما توا الالباني هذايا جديد اللي جابوه ماركا كونتر قفصة البرتغي بيدروزا كيف ماركا كريستو اللي راجع من بعيد قاعد مازال يل سو شيرش توا وكيف كان حاسم معناتها يمكن مازالت عنده مشكله سور لو بلان فيزيك شنو الحاجات اللي في رايك لازم يخدم عليهم السي اس اس في التريف هذايا تجسيم الفرص يا بوكو دراتاج بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي ريناهم في الدوبل كونفرونتاسيون مع روكينزو وهذه مساله بالاساس صحيح يتعامل فيها مسؤوليه المدرب اما زاد الملاعبيه فانا اخر ماتش فرش فيه ضد العمران في ملعب الشادلي زويتر زاد يافي 3 ولا 4 زوكازيون للنادي الرياضي الصفاقسي نيت ما فماش شكون يحط الكره في الشبكه اللمسه الاخيره ككاليتي كاسامي نتاع ملاعبيه فما لازم اكثر وقت كما قلنا يعني تجمش في نهار وليله باش تجيب وتخلق اوتوماتيزم وديناميزم واللي تحب انت اما في الوقت الحالي نصور اول حاجه صلحها نادي الرياضي الصفاقسي هو تجسيم الفرص اصعب حاجه تخلق الفرص وزيدا مش سهل زيدا تحط كرة في الشبكة دونك هذه مسؤولية كبيرة للملاعبين وهذه مشكلة كبيرة على خاطر معناتها ماهيش حكر على السي اس اس كهو معناتها الفريسور علاش نركز على المسؤول وقلتها ونعاودها هذه اسمح هذه قلتها 7000 مرة انا موجود في البيرو 2008 عبد الحق بشيخة بدايته كانت أصعب بداية نيل وزوز خسارة بك الضغط مش بتاع الفيسبوك بتاع تو تخلي الكاميدي السي كمال يدير أنا بحذي في البيرو قالوا يا رئيس ستوب يزيك قالوا تمشي تخدم والضغط خلي عندي أنا كيف شوفيت شامبيون هزت الكلوب هزت الكلوب هكا ولا معناتها وكان وقتها المسؤول ما كانش موجود وصار ديراباج فصفار وين تمشي للفريق علاش قلت لك مدرب مقتنع به
يخرج مسؤول هي ما زاد ذاك راني قلت لك معناتها لي ديريجون تاع سي اس اس يقول لك يا بالفو مش على كل بوبليكاسيون على الفيسبوك لا لا نخرج نخرج انا على الباج اوفيسيال ولا نخرج في الاعلام باش نمشيو للونترمون معناتها الناس مش فرحانه ما عنديش الانفورماسيون اي مشيو للونترمون الناس مش فرحانه وراو ما فيها باس راو فما الجمعيات الكبار والبلدان الكبار تنحي مدرب والنتائج باهره وساعات ما تنحيش مدرب والنتائج خايبه تنحكيو فيها واضح هذا فيما يخص الجزء الاول من الميسيون تاعنا نتاع اليوم حكينا فيه على النادي الرياضي الصفاق سي بعد موعد الاخبار باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي والقرعه هل نصفتوا ولا لا في مسابقه دوري ابطال افريقيا نحكيو عليه في زون ميكس اللي متواصل حتى الخمسه نتاع العشاء